الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيت نبيكم، وقراءة القرآن، فإن حفظة القرآن في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتكي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعنا بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي، وسهل علي حفظه ثم درسه، بجاه النبي والآل ثم الصحابة. أيها الإخوة المعزون الكرام، اجتمعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى فيها القبول، وأن تحفنا فيها الملائكة، وتغشانا فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، وتتنزل علينا فيها السكينة. اللهم آمين يا رب العالمين. اجتمعنا في ليلة تكريم المغفور لها بإذن الله تعالى والدة الحاج عبد الرؤوف خضر، والأستاذ عدلي خضر، والأستاذ مجدي خضر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يتلى من آيات بينات في هذه الليلة في ميزان حسناتها، وأن يكون القرآن الكريم خير جليس وأنيس لها في قبرها. اللهم آمين يا رب العالمين. ونشرف في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يكون معنا كروان إذاعة القرآن الكريم، المحكم الدولي لاختيار الأصوات الحسنة في مصر والعالم الإسلامي، ملك المقامات ومحرك القلوب، قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، القارئ الذي تشتاق دائما، الذي تشتاق دوما له القلوب والأذان حين تعلم أنه سيكون قارئا لقرآن الفجر أو الجمعة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. آيات بينات مباركات أحيا في رحابها ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، سائلين الله سبحانه وتعالى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى أينما تكونوا يدرككم الموت
شهيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند وكفى بالله
وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع
ويقولون الله والله يكتب ما يبين
وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرِّض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين
صلي وسلم وبارك عليه. صلوا عليه كما نزيدوا الصلاة عليه. بارك على سيدنا محمد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية بتحية فحيوا بأحسن منها
فحيوا بأحسن منها حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إلى يوم القيامة لا ريب لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا عشنا مع هذا الاستهلال المبارك لهذه الليلة القرآنية المباركة مع تلك التلاوة العطرة التي حركت قلوبنا شوقا لزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. تلا علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة ذلكم العلم القرآني دروان إذاعة القرآن الكريم ملك المقامات ومحرك القلوب وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. وكانت هذه التلاوة استهلالا لليلة تكريم المغفور لها بإذن الله تعالى والدة الحاج عبد الرؤوف خضر والأستاذ عدلي خضر والأستاذ مجدي خضر سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتها وأن يكون القرآن الكريم خير جليس وأنيس لها في قبرها. اللهم آمين يا رب العالمين.
ركلت هذه التلاوة من كبرى قصور الفراشة وعلى الضياط الأول فراشة نبيل مسلم عالم الإنارة والإضاءة والصوتيات والإذاعات الخارجية إدارة مصطفى واصل وشرفنا بالخدمة الفندقية إدارة متر محمد رمضان وسجل لنا هذه التلاوة مهندس رضا درويش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للفقيدة ويرحمها رحمة واسعة وأن يتقبلها ويجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن لا يحرمها شفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون القرآن الكريم خير شافع ومشفع لها يوم العرض على الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر اللهم لنا ولها يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. باسم العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر لكل من قدم واجب العزاء على أمل اللقاء بكم عقب صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.